اللي هو بلاد فتح العراق وبلاد فارس. إذا تسلم اللي هو قيادة الجيش اللي هو أبو عبيدة الثقفي والمثنى بن حارثة الشيباني، ممكن تدخل في اختار مما بين القوسين، من تسلم قيادة الجيش في فتوحات العراق وبلاد فارس. الآن تم أو دخلوا مجموعة من المعارك، كانت من أهمها معركة الجسر، لكنهم هزموا في المعركة سنة 13 هجري 634 ميلادي وتكبدوا الخسائر لدرجة أنها يعني هذه المعركة كادت أن توقف الفتوحات في العراق نهائيا. السؤال، علل ما سبب هزيمة المسلمين في معركة الجسر؟ استخدام الفرس للفيلة واستهام، ونحدد المعركة عنا على الخريطة ونشوف عنا معركة الجسر. إذن هاي هي المكان والصور، معركة الجسر استخدموا فيها الفيلة لدرجة أن المسلمين استغربوا، يعني أقصى شيء عنده الخيل فجأة خرج لهم الفرس بالفيلة فأدى إلى هزيمة المسلمين، بالإضافة إلى أنهم استخدموا السهام ضد المسلمين في هذه المعركة، وفكادت أن توقف الفتح الإسلامي في العراق. فأرسل عمر بن الخطاب، إذن الخليفة اللي هو عمر بن الخطاب، أرسل القائد سعد بن أبي وقاص، أرسله لفتح أو استكمال فتح بلاد العراق. إذن الذي الخليفة الذي أرسل سعد هو عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب أرسل القائد سعد بن أبي وقاص، ودارت معركة القادسية 15 هجري 636 ميلادي. ونشوف الخريطة عنا، معركة القادسية هيها في هذا المكان في العراق بقيادة سعد بن أبي وقاص، كانت هذه المعركة. الآن ما أهم المعارك، تعتبر أهم المعارك في تاريخ الدولة الإسلامية بما تفسر، لأن انتصر فيها المسلمين، فتحت المجال للقضاء على النفوذ الفارسي في العراق، وأصبحت الطريق ممهدة للوصول إلى المدائن، وتم فتح عاصمتها الفرس المدائن. اللقاء الحاسم في بلاد فارس كان معركة نهاوند عام 21 هجري 642 ميلادي، ونشوف عنا اللي هي نهاوند، أي معركة نهاوند اللي هي داخل بلاد فارس، والتي أصبحت بعدها بلاد أو بلاد الفرس بيد المسلمين. إذا دارت معركة الجسر سنة 13 هجري، هزم فيها المسلمين، ثم أرسل خالد بن الوليد سعد بن أبي وقاص، ودارت معركة القادسية انتصر فيها سعد، وكانت مهمة جدا لدرجة أنهم وصلوا إلى المدائن في اللي هي عاصمة الفرس وانتصروا عليها، وأصبحت بلاد فارس بيد المسلمين. وفي النهاية المعركة الحاسمة هي معركة نهاوند اللي كانت الحاسمة في 21 هجري. طبعا هنا عندي أجا سؤال، اختر مما بين القوسين. المعركة الحاسمة في تاريخ بلاد فارس والعراق اللي هي نهاوند، بما تفسر بما تفسر هزيمة المسلمين في معركة الجسر بسبب استخدام الفرس للفيلة والسهام، كانت معركة الجسر سنة 13 هجري 634 ميلادي. الخليفة الذي أرسلهم هو عمر بن الخطاب، أرسل سعد في معركة القادسية. هيك بنكون أنهينا الفقرة الأخيرة من درسنا.